قول انا عايزك تمسك المايك. اوكي 3 2 1 يو. بس هون يا شباب ليش عم بقول 3 2 1؟ شو قصة؟ حتى المايك معلم يعني من اولته شباب الوضع خربان خربان. اوكي حبايبنا الكرام مثل ما انتم شايفين يا ستير حبايبنا الله يسعدكم يا رب. جيناكم مقطع جديد حبايبي. قبل ما شد المال قبل ما طب اوكي خلينا نركز شوي. بلشنا من لقلق شباب من على الصبح. اوكي حبايبنا مثل ما انتم شايفين نزل يومي حفلة الرقص يا ساتر. اوكي بس قبل ما ندخل له كل شيء معلم ونعمل اي شيء حبايبنا الكرام لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس. واهم شيء اذا مش مشترك معلم انزل اشترك، اذا ما اشتركت راحت حبيبي والله. اوكي ولايكاتكم شر. اوكي مثل ما انتم شايفين شباب خلينا ندخل على الحدث معلم بدون هبل بدون ندخل في الحيطان من اول المقطع. اوكي فرج معي معلم. اوكي شباب هون عنا يا شباب عنا 5 عناصر حبايبنا. اوكي عنا هي الثلج معلم ثلج كازا دي بابيل مثل ما انت شايفين معلم. صراحه متحمس كثير ادخل اشوفها. اوكي عنا هذا الحقيبه معلم بس ما بعرف ليش نشوف نشوف حقيبه جواتها معلم شكل البروفيسور بلاتشاو ما بلاتشاو ولا والذهب وما ذهب وخزنات ما خزنات وشنطه وما شنطه وحبيبي والله باللوس معلم. بس ولكن شباب الشيء الاسطوري الشباب اللي منتظر اشوفه. طول بالك معلم طول بالك معلم خلينا نحط لي هاي نحط هاي وقف وقف شوين هاي وقف نحط سماعات ايوه شغل باللوز. اوكي ايوه هيك صار وضع تمام التمام. اوكي بس قبل كل شيء ناخذ شفتنا القهوه شباب رصاصة ابدية شباب. طبعا الرقصة شباب يعني عن جد من الرقصات يعني اللي فيهم كثير من الافكت يعني. اوكي لهيك شباب لا ندخل الان نجيب جد 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 جد. اوكي اوكي يلا بسم الله. اول شيء عندنا هون ايوه صح شباب في هون عندنا الشيء اللي اسمه اللفات المميزه واللفات العاديه تمام. وعندنا لفات الست لفات كل 6 لفات شباب بنحصل على شيء يعني اكيد بنحصل على عنصر تمام حبايبنا الله يسعدكم. طبعا هون شباب انا عندي هي الرقصه هي بدنا نقول تحياتي لكم لكل الاسطوره عم يشاهدها بهذه اللحظه. تحياتي لك معلم حبيبي والله. اوكي عندنا هي رقصه الجلبو رقصه الدبشه معلم. اوكي المهم نضرب الضربه يا معلم. تاكيد هات لنشوف بشوف حظ ايش هالقسم الجوهري يا سلامه. شو شو هاد يا اخي هذا شوف هاي بيضه لفه عاديه معلم. نشوف حظ اللفات العاديه وحظنا باللفات العاديه. طبعا شايف في تخفيض يعني لا نهايه باللفات العاديه مثل ما انتم شايفين خصم 20% كسار الروح حبيبي والله. ندخل على الجواز شباب قبل نعمل اي شيء. عندنا الجواز الخمس جوائز الكبرى باللوز والباقي توكنات وما توكنات وبونتي وما بونتي ومو بونتي. بونتي شو يا اخي بونتي ايه بونتي ايه وبونتي وصناديق يعني بكجت حبيبي والله. اوكي طبعا شباب صار هون باقي لي شوفوا صار 3 5 لفات معلم طلبت تمام. هون معلم علي صار هون شايفين مع الرقم هذا موجودون لا مو وين اصبعتي لا طرف ثاني هاي هون شايفين هاي معلم بقى الله لافت لازم نحصل على شيء اكيد معلم اكيد رح يا اعطيني رقصة يا اخي شو هي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. حلو اخذنا الجدار بدنا اياه يعني شيء اكيد. اوكي الا يا شباب هلا نرجع نلف من اول جديد. اوكي نرجع نعمل هيك بيض كالعادة بيض كمان كالعادة معلم كمان 3 بيضات يا اخي اعطونا الاسكي من اول معلم ليش هيك عم تعذبوا فينا؟ قول لي الرقصة باللوز. طبعا شباب بما انه شباب يعني الحقيبه لكاس دي بابي يعني شباب ما نقدر نتخلى عنها معلم لازم نجيبها وحبيبي والله هات لنشوف ايوه يلا ايوه يلا يلا هات بدي نوصل يعني ضروري نوصل يعني ضروري نلف الاخير عشان نجيب الحقيبه كمان شباب حقيبه النقود يا الزلمه شويه. اوكي خلينا نطلع شباب البان حبايبنا باللوز نطلع نشوف شو جبنا تمام. اول شيء جبنا الحقيبه معلم اول شيء الرقصه. طولوا بالكم شباب خلينا ندخل على الرقصات شباب. هي الرقصه معلم لازم لازم وين ايه شو هذا يا شباب قلت لكم هالرقصه في ويلي 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 طولوا بالكم طولوا بالكم طولوا 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 هاي معلم هالرقصه اللي عندي هي راح احطها بشبكان ثاني خلينا نحطها هون تمام. وهالرقصه هي جبناها من شوي وين معلم وين وين رقصه الجدار وما الجدار وينها هاي هي نحطها هون شباب هي نحط لا لا حول ولا قوة الا بالله. طولوا بالكم شباب طولوا بالك معلم وين الرقصة هاي؟ هاي باللوز تعال هون فرج فرج شباب الرشاشات يا اخي هالرقصة عليها افكت يا زلمة شيء مو طبيعي يا اخي عن جد شباب هالرقصات يعني نوع من الرقصة ابدا ابدا يعني هي اول رقصة شباب يعني بتشوفوا الافكت يعني بتاخذ مجال كبير وكل شيء. اوكي خلينا نطلع اول شيء على الطرف الثاني شباب اللي هو حقيبة الظهر نشوف الحقيبة شباب اللي جبناها وينها
نجرب وين هي الحقيبه شباب. اوكي نعملها تزويد تمام. هقول له هاي ليفل 1 هاي ليفل 2 هاي ليفل 3. يا لطيف شباب كم كبيره الحقيبه هاي، بس ولكن شكلها حلو شباب، شكلها راح اشوف شكلها باللعب، والله بشوف شكلها باللعب. اوكي هي بنشوف الباك شو بقى عندنا شباب. الثلج نشوف الثلج شباب، نشوف الثلج وين الثلج وين الثلج معلم. هات شوف الثلج لكذا معلم، اليوم كله لكذا معلم، كل شيء لكذا. هات شوف وين الثلج، وين الثلج معلم، وين راح الثلج. هي يا سلام عليك، هي شوف شباب شكل شباب بالايد بلا تشاو مكتوب هنا لكذا دي بابيل. هي الحق اشتل وال 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 وال، شو هذا شباب، جدار وما جدار وتحس خزن ما خزن كبير وشويك حبيبي والله، ورسومات بصراحه شباب اشي باللوز. هنطلع تدريب شباب وشوف الحقيبه والثلج والرقصه شباب بالسحب باللعب كيف شكلهم. يلا روح هات اشوف. ايوه تعال هون. اوكي يلا افتح افتح يا سمسم، هذا هو معلم. هذا شوف الرقصه يا اخي، والله الرقصه يا اخي تاخذ اف يا قلت لكم شباب تاخذ مكان يعني. فرج فرج رشاش يا زلمه شو هيك ابلع. يا شباب ليش 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 عم تقولوا هذا الشيء؟ شوف اغلب الرقصات قلت لها رقصه اوكي بتاخذ مكان كبير نفس هالشيء، بس ولكن باقي الرقصات مثل هي مثلا شباب ما في يعني ما بياخذ مكان كبير، فهمتوا علي كيف؟ شايفين معك بس هي معلم عم تاخذ مساحه بال بالوضع بل 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 اضرب معلم. اوكي هاي جبنا شباب، خلينا ندخل نشوف الحقيبه شباب ليفل 1. يا اخي دائما بتصير معي هيك. اوكي هاي ليفل 1 معلم، يا شو هالدولارات معلم يا اخي راح لك دولات راح يوقعوا يا اخي شو هو هذا. اوكي اوكي معناته هذول معلم شكلهم ملزوقات ما في مشكله. ليفل 2 تبعه معلم قول لي يا اخي. يعني شوفوا شباب من ليفل 1 لليفل 2 غير غير شيء غير شيء معلم غير شيء، يعني بالعاده شباب غير حقيبات يعني نفس الشكل، بس هي معلم ليفل 1 ليفل 2 صارت ما بعرف حس حس صارت قرص صارت شو صارت غير شكل غير شيء غير شيء معلم. وليفل 3 شباب حتى ندخل حبيبي والله معلم صار بنك، صار بنك ورا ظهري معلم، صار بنك ورا ظهرنا معلم، بنك ابدا، فرج. اقسم بالله شباب هالحقيبه معلم بمسافه 1 كيلومتر الناس بتشوفك، بس ولكن معلم شكل يعني هيك شكل مضحك الصراحه، يعني اوكي خلينا ندخل على التدريب شباب نشوف الثلج بنفس الوقت، هات اشوف وين الثلج، وين ناخذنا شي سلاح باللوز، شو ناخذ؟ خلينا ناخذ البربر معلم، لك يا اخي شو هذا دائما بتصير معي هيك، شوفوا شباب ما بعرف ليش بتصير معي، دائما هيك بتصير معي حبايبي، يلا خلينا ندخل نشوف. وال حبيبي والله شايل بنج والله يا شباب بنج بنج. هذا معلم ما راح نعمل شيء، روح من هون يلا انقلع انقلع خلينا نشوف الحقيبه حبيبي ثلج هذا. وال اقسم بالله شباب تحس حتى الثلج يا زلمه حيط كبير قدامك يا اخي، شوف يا زلمه كيف كبير. الك لا خز لا خز تعقد معلم. هلا 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 حبيبي هلا 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 حبيبي والله. شباب لاحظوا على الثلج كيف يعني، والله ما بعرف انا هيك عم بشوف مبين معي ولا شلون. هي واحد شوف حط هي شوف هي كيف صغيره يا اخي، وهذيك الثانيه كيف. واه جماعه الكلاخنس كلهم جنبي معلم حبيبي والله. اهلا وسهلا بالشباب، تعال نشوف معلم هون نجي لهون، تعال بس ناخذ واحده ثانيه. ركزوا لي ركزوا لي معلم ركزوا لي ركزوا لي، تعال 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 يا اخي كلاخ صاحبي معلم، تعال 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 وقف 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 وقف. اوكي حط ثلج حط لنا ثلج كلاخ حط لنا ثلج كلاخ حط ثلج. هاي الثلج هي واحدة هي واحدة شوف يا اخي شوف ما عرضها هي يا زلمة، اقسم بالله شيء مو طبيعي. شوفوا هاي شوفوا هاي اقسم بالله الثلج اسطورية يا شباب، ثلج اسطورية يعني عن جد ما توقعت هالشيء يا معلم بصراحة، صدمتني صدمتني فرج. شوف شوف العرض تبعها يا شباب، شوف العرض سامع معلم. يا سلام عليك شو هيك حبيبي والله، والله صراحة شباب الثلج ما بعرف معلم فيها، أنا ما بشوف يعني شباب اكتبوا بالتعليقات الله يسعدكم. شوفوا العرض تبع معلم أقسم بالله شباب شيء مو طبيعي، شوف كم كتبوها عريضة يا شباب شايفين؟ ها شوف شو أفرجيكم هي واحد حاطة الثلج. ها معلم شلونك؟ شو أخبارك؟ ها بكم شلونك؟ تمام؟ شو الحيط عاجبك الحيط؟ تمام؟ وال حبيبي والله. أوكي نشوف مين دفع جنب واحد عن حاطة الثلج. هاي شوف طول ابوز ايدك طول بالك طول بالك طول بالك يا زلمه يا اخي بدنا نفرق بدنا نشوف الفرق المتابعين يا زلمه شوفك هاي شوف وقف ابوز ايدك وقف بس نشوف طول بالك وين حط الثلج هاي هاي هاي
هي 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 معنا هي هي الوحده البيضه هي. شوفوا شباب شوفوا شوفوا الفرق معنا، شوفوا الفرق. هذا العرض كيف عريض وهذا شوف جلسه صغير يا اخي، هي جايب العرض وبتنزل تدخل بالحيط يا حبيبي والله. شوف هذا الكلا معلم، شوف الكلا يا زلمه، شوف طلع حاله حبيبي والله. اوكي شباب اكتبوا لنا بالتعليقات حبايبي، صراحه يعني الصراحه اشي باللوز اللوز. سو ليديز اند جنتلمان حبايبي الكرام، ان شاء الله عجبكم مقطعنا اليوم يا حلوين. والله الصراحه شباب ما توقعت ثلج هيك يعني، جد الصراحه واو ثلج واو شباب يعني ما اعرف العرض تبعها غير غير غير. سو حبايبنا الله يسعدكم يا رب، اعطونا رايكم بالتعليقات يا حلوين. اهم شيء لا تنسونا باللايكات والشيرات، واذا مش مشترك انزل اشترك، لانك اذا ما اشتركت راح تندم، واذا ندمت بعدين راح تندم مره ثانيه، واذا ما ندمت مره ثالثه ممكن تندم مره رابعه وخامسه وسادسه. المهم تشوفوا على خير، سلام عليكم.